بعظمة السكابيولا يعني الاتاشمنت، المصل اتاشمنت بشكل عام. اول شيء ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ العضلات المرتبطات ارتباط على العضله الكبيره، نقول العضله اللي اغلب كتلتها موجوده من السكابيولا، ناخذها من الكبار للصغار هيك يعني، من الواضحات للمواضحات. نضغط على المصل اتاشمنت. هسه قبل لا نضغط على المصل اتاشمنت، لاحظ يا هاي المناطق الكبيره، المناطق المساحات الكبيره، هذه منطقه مساحه كبيره زين، وهذه مساحه كبيره، وهذه مساحه كبيره، ذني يعني ثلاث عضلات تقريبا مساحه كبيره راح ناخذ بهم. المصل اتاشمنت ناخذ، شوف اول عضله هذه، شوفوا ايش قد هذا، ايش قد اكو مساحه مغطاه. شوفوا اللي باللون الاحمر معناه اوريجين، اللي باللون الازرق معناه انسيرشن. الاوريجين يعني العضله نابعه منه، الانسيرشن معناه العضله جايه لهنا هيك يعني. فبالبدايه من جهه الكوستر سورفيس او الانتيرير سورفيس اوف ذا سكابيولا راح ناخذ العضله الاولى اللي مرتبطه بيما. نشوف هذه المنطقه شو نسميها احنا، هذه المنطقه شو نسميها؟ نسميها بس بالساب سكابيولر فوسا، مو هذه ولا. فالعضله اللي مرتبطه هنا اللي هي هاي هم نسميها بالساب سكابيولر سكابيولر مصل، اللي هي هذه ساب سكابيولر مصل او الساب سكابيولاريز نسميها. هذه اول عضله هسه اخذناها، خلصنا من عندها زين. نفتر احنا قلنا نريد العضلات اللي يكون شويه مبينات هواي. نجي هسه هذه المنطقه، شوفوا هذه الحمراء اللي هنا، هذه شو نسميها المنطقه؟ العظم، العظم ما له علاقه بالعضله، شو نسميها هاي المنطقه؟ نسميها بالسوبرا سباينوس سكابيولا، مو سوبرا سباينوس فوسا. فالعضله اللي هنا موجوده هم راح نسميها بالسوبرا سباينو سوبرا سباينوتوس، سوبرا سباينوتوس زين. اللي هنا هاي المنطقه شو نسميها؟ نسميها بالانفرا سباينوتوس، مو هيك شيء. فالعضله اللي مرتبطه بها شو نسميها؟ هم نسميها بالانفرا سباينوتوس مصل. هسه اخوي الامور تمام لحد هنا، اخذنا ثلاث عضلات اللي هن اكبر كتله بهن بالسكابيولا واوريجن طبعا، اللي هي الانفرا والسوبرا سباينوتوس، وكذلك بالسب سكابيولاريز. مني صار ثلاث عضلات. ولا تنسون الوجه الصحيح هيك يعني، هنا الشولدر وهنا الراس صاير، يعني هاي الجهه لاترال، هذه الجهه ميديال. اوكي هسه طبعا شكو عضله، شكو ذني العضلات الثلاثه اللي هسه اخذناهن، ذني ثلاثه وين يروحن؟ يروحن للشولدر جوينت. كون نروح على الشولدر جوينت، لاحظوا هنا ايه هنا صارت هنا شلون راح يكمل شلون الدائره هيك تقريبا. كون نروح على الشولدر جوينت. هسه بعد ما اخذنا ثلاث عضلات الكبيرات، هسه الدور شنو هو؟ خلينا شو نسوي؟ خلينا البايسبس والهاي والبايسبس والترايسبس. البايسبس مثل ما تعرفون بها راسين، والترايسبس هم بها ثلاث رؤوس. البايسبس الراسين هالثنيناتهم جايات منين؟ الاوريجين مالتهن من السكابيولا. بينما الترايسبس لا، بس راس واحد اللي هو اللونج، اللي هو اللونج هيد. حلو؟ زين. تذكرون اكو نتوءات صغيرة ونات، واحدة صايرة فوق الجلينويد كافيتي وواحدة تحت الجلينويد كافيتي، مو هيك شيء؟ عندنا واحدة سميناها بالسوبرا جلينويد توبيريكول، او واحدة بالانفرا جلينويد توبيريكول، مو هيك شيء؟ فبالانفرا شو تنطيني؟ الانفرا تنطيني الترايسبس اللونج هيد، تنطيني عضلة الترايسبس اللي هي اللونج هيد مالت الترايسبس. هاي من هي؟ الانفرا جلينويد توبيريكال، وهذه اللي هي السوبرا جلينويد توبيريكال شو تنطيني؟ تنطيني اللونج هيد مالت البايسبس، الرأس الطويل مالت البايسبس مثل ما تلاحظون قدامكم هيك زين. بقى الشورت هيد مالت البايسبس، الشورت هيد مالت البايسبس خلينا نتقرب شويه، صفمن نابع من نهاية الكوراكو بروسيس، من نهاية الكوراكو بروسيس اللي هو هذا، مو هاي؟ اي هاي البايسبس، هاي الشورت هيد من نهاية الكوراكو بروسيس. فهسه من الساعة اخذنا ثلاث عضلات، وهسه ثلاث عضلات لاحظوها، الانفرا جلينويد توبيريكال تنطيني لونج هيد مالت البايسبس، والسوبرا جلينويد توبيريكال تنطيني اللونج هيد مالت الترايسبس. اوكي هسه مال البايسبس العفو، وكذلك نهايه الكوراكو بروسيس شو ينطيني؟ ينطيني شورت هيد مالت البايسبس. هسه هذه ثلاث عضلات هم عرفناهن وما عندنا شغل بهن بعد زين، حفظناهن ان شاء الله. هسه بعد دور المنجي الشغلات الواضحه، ها
نهاية الكوراكو بروسيس، ولازم أعطيكم إياها هالشي لحظة، بس ثواني هذه وهاي. نهاية الكوراكو بروسيس، نهاية الكوراكو بروسيس شنطتني، انطتني شورت هيد اوف ذا بايسبس، تحتها مباشرة اكو ما يعرف بالكوراكو، بالكوراكو بريكيال، كوراكو بريكيال اللي هي هاي تحت الشورت هيد اوف ذا بايسبس مباشرة من نهاية الكوراكو، من نهاية الكوراكو بروسيس. زين هسه سميها بالكوراكو بريكيال او الكوراكو بريكيالس. زين بعدين بالهي بالسكيلوتون بشكل عام، بس راح اظهر لكم اياها تطلع بشكل حلو، بس المهم هسه تعرف مناطق الانسيرشن والاوريجن مالتهم. هسه ذني اربعه رباعيات عرفناهم ذني، اوكي. زين هسه الدور وين نجي؟ نجي للبقيه. البقيه مرتبطات بالمحاضرات السابقه، اكو مرتبطات بالمحاضرات السابقه. شلون؟ شلون تذكرون احنا بالباك اوف ترانك اخذنا تيريس ميجر وتيريس ماينور، مو هيك شيء، والليفيتور مسل، وبعد منو يا عضلات تيريس ميجر الليفيتور والريمبويد، الماينر والميجر همينا. ذني قلنا كلهن داير ما دايرات، داير ما داير السكابيولا، بس منين؟ من الجهه الخلفيه. هسه من الجهه الاماميه جايبها، انا جايبها وحسن الجهه الاماميه مالت من مالت السكابيولا. شوفوا من الجهه الاماميه كنت باوح هيجي. انا ذاك الدرس شو اخذنا؟ اخذنا الباك جراوند، المصل اوف ذا باك جراوند، شنو الباك اوف ترانك، يعني العضلات اللي اخذناها منها تيريس ميجر وتيريس ماينور. زين تيريس ميجر وتيريس ماينور وتيريس ميجر، وكذلك راح عن بالي رومبويد، ماينر وميجر والليفيتور. زين ذني كلهن صايرين داير ما داير السكابيولا منها هيجي. فراح ندرس منين؟ من الجهه الخلفيه، اوكي. من الجهه الخلفيه مالت السكابيولا، هسه الجهه الاماميه مالت السكابيولا، هاي الجهه الخلفيه مالت من مالت السكابيولا، باعتبار هسه هو الجسم هيجي صاير، يعني هنا اليد، زين، وهنا العمود الفقري، وهنا الراس، وهنا هذا السكابيولا الثانيه والتكملة الجسم هيك يعني. زين فهسه نضغط على المصل اتاتشمنت ونشوف. هذه اخذناها من ساعه ما لنا علاقه بيها، اللي هي هذه الانفراسباينوتوس ما لنا علاقه بيها. هسه الدور المنجي، التيريس ميجر والتيريس ماينور. نعرف انه التيريس ميجر والتيريس ماينور طالعات من السكابيولا او من الجهه الخلفيه مالت السكابيولا، وين رايحات؟ رايحات للهوميروس، مو للراس مات الهوميروس او يم الشولدر جوينت. فالمهم نجي هذه هنا تيريس ماينور، تيريس ماينور فوق دائما، تيريس ميجر وين صار جواها؟ هذا تيريس ميجر، لان هسه عرفناها وين صايرات. صايرات بجهه اللاترال مالت من مات البوستيرور سورفيس، بوستيرور سورفيس معناها الجهه الخلفيه مات السكابيولا. جهه اللاترال وين؟ هاي جهه اللاترال اللي تكون قريبه على الشولدر جوينت. فالماينور فوق والميجر جوا، تيريس ماينر تيريس ميجر. هسه لهنا تمام الامور، حلو خلصنا منها، خلصنا من هذا. بعد وين نجي الدور؟ هذه اخذناها وهذه اخذناها، بعد وين نجي؟ ها نجي الدور من هاي الجهه اللي منها هسه باعتبار العمود الفقري موجود هنا، باعتبار العمود الفقري موجود. زين فشنو هي الاشياء، شنو هي العضلات اللي تيجي من العمود الفقري ترتبط بالسكابيولا؟ من هن يا عضلات؟ تذكرون الليفيتور، الليفيتور اللي فوق هذه هسه وحده، ولا سيراتوس انتيرور نعطيها هيد، ثواني هيد سيراتوس همين هيد، اللي هي هذه رومبويد ميجر والرومبويد ماينر اللي تربط العمود الفقري ويا من؟ ويا الميدل بوردر اوف ذا سكابيولا. هذا الميدل بوردر، خو ما نسيناه، ميدل بوردر اوف ذا سكابيولا. وهذه من هي هسه عضله رومبويد مصل، هذه من هي الكبيره شو اسمها؟ ميجر. الماينر وين يصير؟ فوقها هو انت، يعني اغلب شو اسمه الماينر فوق والميجر جوا. زين يعني شو ما مساء اخذناها، فهسه هاي الماينر وهذا الميجر. فالميجر والماينر منين طلعات لي؟ طلعات لي من الميدل بوردر، ميدل بوردر اوف ذا سكابيولا. ميدل بوردر تعرفونها، يعني هاي الحافه اللي تكون جهه العمود الفقري، الحافه هذا سورفيس، هذه بوردر، هاي بوردر. زين هيش هذا سورفيس، اوكي خلصنا من ذني العضلتين. هسه نجي لمن الدور؟ نصعد لي فوق للطابق الثاني، نصعد لي فوق. اول شيء ايش نلقى قدامنا؟ هاي اخذناها العضله سوبرا سباينوس ما لنا علاقه بيها. الدور لمن نجي؟ نجي اكو عضلتين، وين يروح لي؟ وحده تروح لي للعظم، للعظم اللامي، وحده تروح للعظم اللامي. زين وحده تربط للفقرات العنقيه اول اربعه ويا من؟ ويا شو اسمه؟ ويا السكابيولا. لا تذكرون ذني العضلات
اخذناها بمن اخذناها بالباك اوف ترانك، باك اوف ترانك اكو عضلات اربع اشرطه، اربط لي اول اربع فقرات ويا من ويا هاي ويا السكابيولا. شو نسميهن ذني؟ ذني اللي نسميهن بالليفيتور سكابيولا. شوف ذني الاربعه يربط لي السكابيولا ويا من ويا اربع فقرات مالت من اللي يكون بدايه العنق فوق، يعني قاعده الجمجمه زين. فهذا الليفيتور مصل. وبعد شكو اكو عضلات همينه فوق هنا هنا، هذا اللي نسميه بالاومهويد مصل. هاي الاومهويد مصل تربط لي العظم اللامي اللي هو هذا صاير هنا، العظم اللامي يم تفاحة آدم تقريبا يم تفاحة آدم، هذا العظم اللامي تربط لي. طبعا العظم اللامي ما مرتبط بالسكيلتون بواسطة عظم، العظم اللامي هسا انا شكو عظم مرتبط باخو عظم مو بس، العظم اللامي يكون ما يرتبط باخو العظم مباشرة، لا يرتبط بعضلات او ليجامنت يعني زين. هسا فهذا الاومويد الاومويد مصل اللي تربط لي العظم اللامي ويا اعلى السكابيولا زين. هاي شو نسميها المنطقة؟ من يتذكر هذه المنطقة؟ اي هذه تذكرون هالمنطقة؟ سميها بالنوتش، بالنوتش اللي تربط لي بين السوبيلر بوردر وبين من ويا كوراكو كوراكويد بروسيس مو لو لا زين. بعد هسه خلصنا من ذني الاثنين، دور نجي لمن؟ نجي بعد عندنا بس هنا اللي هي تذكرون اذا واحد مراجع حسب الترابيزيوس مصل، ترابيزيوس مصل فيعرف انه الترابيزيوس مصل وين جايتني؟ لا مو هنا، هذا التويد. ترابيزيوس مصل وين جايتني الاوريجن مالتها؟ انسيرشن هاي البيكتورال، هاي من الجهه الخلفيه اي هنا، هذه ترابيزيوس مصل شوفوها وين جايتني، مرتبطه فوق السباينوس مباشره، فوق السباينال السباين مالت من ماتريسكابيولا مباشره. هذه مالت من هذا الانسيرشن مالت الترابيزيوس. هسه الدور المنجي نجي للدلتويد. الدلتويد بيها ثلاث رؤوس تعرفها، ثلاث رؤوس من اربعه يمكن، المهم او ثلاث يعني ثلاث حزام، وحده بوستيرر وحده انتيرر وحده ميدل مو هيك شيء. فالبوستيرر والميدل طالعات منين؟ طالعات من السكابيولا زين، بينما الانتيرر طالعات منين؟ طالعات من الكلافيكل. هسه راح ناخذها زين زين وزين زين وزين قضيتها زين وزين. المهم هذه هنا الدلتويد اللي هو الميدل هيد، وهذا الدلتويد اللي هو البوستيرر هيد، وبقى واحد هنا يطلع منها على مود تكتمل عضله الدلتويد مصل، تطلع لي من الكلافيكل، تطلع لي من الكلافيكل. هسه راح ناخذها. فالحد الان هسه وصلنا الى نهايه كل العضلات اللي مرتبطات او اللي بيهن اتاتشمنت ويا من ويا السكابيولا تقريبا، اذا انا ما ناسي وحده ما ادري، بس ذني اللي هسه اخذناها احنا اوكي. فهسه راح نوديه للسكيلتون ونشوف ايش بيهن ما بيهن. فهسه هذا كان مختصر يعني عن العضلات اللي مرتبطات ويا السكابيولا وكذلك ويا الكلافيكل بشكل عام يعني. فنجي هسه بالبدايه نشوف يعني هسه هذا السكابيولا، نجي من السوبرفيشال والدور ننزل ديب. بالبدايه الترابازيوس، هذا الترابازيوس نعرف احنا الانسيرشن مالت الاوريجن مالتها منها من الاكسوبيتال وحتى لهنا تقريبا للفقرات اللامبار ريجن او نهايه الفقرات الثوراكس ريجن زين، الثوراكس فيرتبرا العفو. والانسيرشن مالتها وين؟ هنا بالسباينوس اوف ذا سباينوس اوف ذا او السباين اوف ذا سكابيولا اللي هو هذا السباين اوف ذا سكابيولا اي هذا خط زين. فبهذا الشكل اوكي. هسه خلي هيك شفاف افضل على مود ما تروح. المهم بعد شنو ايش عندي بالله؟ عندنا شنو؟ عندنا اللي تحتها اللي هذا عرفناها شو اسمها؟ نسميها بالسوبرا سباينوس اللي هو تصير وين؟ فوق من؟ فوق السباين اوف ذا سكابيولا. هم خلينا نوخرها ما عندنا بها شيء. ايش عندنا بعد هنا؟ عندنا هذه اللي هي تكون يم النوتش اللي النوتش هذا النوتش اللي هنا، هذا النوتش اللي هنا اللي تفصل لي بين من؟ تفصل لي بين السوبولير بوردر وبين الكوراكو بروسيس مو هيك شيء؟ اللي هي هذه ايش قلت لكم؟ نسميها بالاومويد اللي تربط لي العظم اللامي ويا من هذا العظم اللامي. شوفوا العظم اللامي هسه ما مرتبط ويا السكيلتون ابد الا ويا ليجامنت، ما مرتبط عظمه رابطته ويا السكيلتون، ليجامنت وعضلات رابطته ويا السكيلتون العظم اللامي زين. هذه هي عضله الاومويد. بعد هسه خلينا نخفيها ما نحتاجها بعد، لان الاربع عضلات اللي سميناها بالليفيتور سكابيولا اللي تربط له شنو؟ اللي هنا بالسوبيلر بوردر، بالسوبيلر بوردر تربط لها ويا اربع فقرات العنقيه مالت من بالبدايه، الفقره الاولى الفقره الثانيه الثالثه والرابعه
هذه نسميها بالليفيتور سكابيولا. هذه هم خلصنا من عندها. نجي هسه دور من نجي للتيريس الرومبويد ميجر والرومبويد ماينور. رومبويد ماينور اللي تربط العمود الفقري ويا من ويا اللاترال العفو ويا الميدل بوردر اوف ذا سكابيولا، والتيريس ميجر هم مثلها ويا اللاترال الميدل بوردر اوف ذا سكابيولا. هسه هذه خلصنا من عندها. بعد لما نجي هذه شو نسميها؟ هذا اوفا بعدين من نوصل لها بعد مو وقتها. نجي لمن هسه هذه قلنا دلتويد. دلتويد ايش بيها؟ بيها ثلاث حزم. اول حزمتين اللي هي البوستيريور اند ميدل، ثاني نبعد منين؟ الاورجين مالتها من السكابيولا، نبعد منين؟ من السكابيولا. هذه شوفوا هذه البوستيريور هيد اوف ذا دلتويد من السكابيولا، والميدل هيد اوف ذا دلتويد مصل هم من السكابيولا، اما الانتيريور هيد اوف ذا دلتويد فنابعة من الكلافيكل مثل ما تلاحظون انتم. شوفوا هسه هنا ثلاثة، هذه كلها نسميها بالدلتويد مصل، بين ثلاث رؤوس نسميها بالدلتويد مصل. زين بعد خلينا نتخلص من عتنين، شوف اللي تحت انشكو ماكو. هذه الدلتويد خلصنا من عتها، وهذه الدلتويد هم خلصنا من عتها. نجي لمن هسه الدور؟ نجي لهذه اللي هي صب الانفراس باينوتوس. الانفراس باينوتوس عرفناها من ساعة شفناها. نجي للتيريس ميجر والتيريس ماينور. تيريس ماجر صل جوا يعني من الانجل، الانجل اوف ذا انفرا انجل اوف ذا سكابيولا. زين وهذا الماينور يصير فوقها، تيريس ماينور وتيريس ماجر عرفناها، وهم يروح للهوميروس. وراها بعد شنو؟ هاي ما نحتاجها، البكتوراس ماجر ما نحتاجها، ما عندنا بيها شيء، وهذه هم ما عندنا بيها شيء. بعد شنو؟ هذه هي البقت اللي هي الكوراكو برايكيال، قلت لكم نابعه من تحت الكوراكو برايكيال، اللي نابعه من تحت من تحت الكوراكو بروسيس. وفوقها ايش صاير؟ فوقها شكو، فوقها اكو مباشره الشورت هيد اوف ذا بايسبس. هنا شورت هيد اوف ذا بايسبس فوق، خلنا اطلع لكم اياه. هذا هو الشورت هيد اوف ذا بايسبس، شوفوا هذا الشورت هيد اوف ذا بايسبس، واللي تحته اللي هو الكوراكو برايكيال. زين بعد شنو بالله؟ خلنا نطلع لكم اللونج هيد اوف ذا بايسبس. هذا هو اللونج هيد اوف ذا بايسبس، شوفوا هذا هم منين نابع لي؟ اللونج هيد، شوف اللونج هيد اوف ذا بايسبس نابع لي من السوبيريور جلينويد توبيريكل، بس هنا ما ظاهره. ليش؟ انه الشولدر جوينت مغطى عليها، يعني لازم نوخر الشولدر جوينت واحد واحد هسه يلا يودينا اليه ذيج. هذا البورصه منوخرها ما لنا علاقه بيها بعدنا. شوفوا اي هاي هذه المنطقه مالت الاورجين مالت اللونج هيد او ذا بايسبس، وتحتها اكو اللونج هيد او ذا ترايسبس. هذه اخذناها، هذه اللي هي تكون السب سكابيولاريز اللي هم قلت لكم تصير من الجهه الاماميه مالت من مال السكابيولا. لهنا خلصنا كل ما يخص بالسكابيولا من العضلات، اتصال العضلات الاتاتشمنت، كذلك الاناتومي مالتها. وبقى بس شغله واحده اللي اريد اقول لكم بيها، انه اكو ليجامنت هم زين ذكرتها قبل هذه الفيديو، اكو ليجامنت. هذا الليجامنت يربط لي النوتش، يربط لي النوتش، هذا النوتش اللي تربط لي اللي تفصل لي السوبيريور، اللي تفصل لي السوبيريور بوردر اوف ذا سكابيولا عن الكوراكو بروسيس. هذا شوفوا هذا نسميه ترانسفيرس ليجامنت، ترانسفيرس ليجامنت. هذا ترانسفيرس ليجامنت يسوي لي اكو ثقب. شوفوا هذا الثقب اللي هنا، هذا الثقب اللي هنا، هذا الثقب هنا يمر من عنده النيرف، النيرف اللي هو السبسكابيولاريز نيرف اللي يغذي لي العضله مالت السكابيولا والسكابيولا بشكل عام. وضحت هسه؟ خنضيف النيرف سيستم. هسه نشوف شلون ضفناه النيرف سيستم. هسه تعال وياي شوف، شوف هذا النيرف، خلنا نوخر. شوفوا النيرف من فايت من هذا الفراغ اللي بين الليجامنت. شو نسمي هذا النيرف؟ نسميه بالسبسكابيولار نيرف اللي هو C4 وC6. زين اما البلاد فيجل، البلاد فيجل فتمر فوق هذا فوق هذا الثقب، يعني عادي تمر فوقه. شوفوا فوقه مرت، بس المهم النيرف يمر من تحته هيك بهذا الشكل. ولهنا وصلنا لنهاية هذا السيشن. أتمنى إن شاء الله يكون الشرح واضح ووافي وكافي. مو شرط إنه تحفظ كل الكلام اللي قلته أنا اللي موجود بالملزمة أقصد، لكن بس تفهم إنه هاي مكونة من هيك ومكونة من هيك، وهنا هيك عضلات عندنا وهيك عضلات عندنا، هذا كلش كافي. فكل التوفيق إن شاء الله.